كان المنح من الأكسجين O، وهذا النوع راح نسميه بعد شوي اسمه unbidentate ligand. إيش يعني unbidentate ligand؟ يعني هذا الليجند نفسها يا إما مش مع بعض مش بنفس الوقت، يا إما تعطي من النيتروجين يا إما تعطي من وين؟ من الأكسجين للفلز إلكترونين. إذا يا إما تعطي إلكترونين للفلز من النيتروجين يا إما من الأكسجين، فسميناها unbind، مش bidentate، لا unbidentate ligand. يا ليجند هاف تو سايت تو كونكت وذ ميتال زي هاي NO2، هي مرة من N ومرة من O، وكمان SCN أو NCS، فيسمينها ثيوسيانايتو O وهذه ثيوسيانايتو S. اوكي، فهذول النوعين هي أمثلة على الأمبايدنتيت ليجن. كمان سي إن سيانو نسميها مش سيانايت إلى آخره. OSO3 سلفيت وهذه ثيوسلفيت. اوكي، هذه مختلفة عن هاي طبعا، مش أمبايدنتيت مع بعض. إذا هذول كلهن مونودنتيت ليجن، كلها بدنا نحفظ هاي التسمية عشان نقدر نسمي المركبات بعد شوي. بوليدنتيت ليجند، يعني هذول اللي انا جبنا تقريبا اللي راح نشتغلهم في المختبر، هم كثار بس احنا يعني اخذنا امثله. إيثيلين دايامين وتختصر اي ان زي ما بتعرفوا، كربون كربون، هذا هو الإيثيلين، وعندك هنا امين وعندك هنا امين، فصار دايامين بس، يعني هيك كنا نكتبها هيك هيك هيك، وهنا ان اتش 2 NH2، هنا كمان NH2، هاي عندها زر الإلكترونات تمنحه للفلز، وهاي عندها زر تمنحه بنفس الوقت للفلز، فسميناها بايدنتيت أو تندرج تحت بوليدنتيت. لوكزاليتو OX، وهي عبارة عن هيك، هاي الكربونتين اللي في النص دبل بوند O O minus و double bond O و O minus. المنح يكون من O minus لمين؟ للفلز بنفس الوقت بهذا الشكل. إذن سميناها bidentate أو تندرج تحت polydentate. أديتا معروفة للجميع، إيثيلين ديامين تترا أسيتيت، وهاي رسمتها شوية مهمة، يعني هيك نرسم لك إياها. شوف إذا مرسومة وراء، لا والله مش مرسومة. طيب هاي نبدأ بالنص سي سي، هاي هم الله ياخذك يا سي سي، هاي كربون، هاي نيتروجين، وهاي نيتروجين الثانية. أوكي، هذا طبعا كربون وهاي كربون، هذا الاثنين دايامين، هاي دايامين تترا اسيتيت. خليني ارسم واحده الان، النيتروجين عنده ثلاث رابط، هاي رابط هاي اثنين هاي ثلاثه، بدي ارسم واحده بس، هون سي دبل بوند او او ماينس، تتكرر واحده هون تتكرر واحده هون واحده هون، صار عندك تترا اسيتيت او اسيتيت اتش، بنحط اتش. اذا بدنا نخليها على شكل ليجند بدنا نشيل الاتش وتصير او ماينس، فالفقد يكون من الاو ماينس هاي والاو ماينس هاي والنيتروجين، هاي ثلاث من هاي الجهه وثلاث من الجهه الاخرى، طبعا دبل بوند او زي ما تعرفوا ما بتعطي. اذا الاو ماينس بعد ما افقد الاتش الاربعه من الايديتا راح يتحول الى بيس، وبالتالي يصير تترا سوري هيكسا دنتيت، ويندرج ايضا تحت بولي دنتيت ليجند. تراي لا سوري تترا ثايونيت، تكون أربعة كبريت مع ستة أكسجين، يا ريت تطلع ستراكشر تبعها. خلينا نأخذ rules for nomenclature of complex، قواعد الأيوباك لتسمية المركبات غير العضوية أو الكومبلكس تحديدا، لأنه إحنا في العضوية أخذت الأيوباك الخاص بالمركبات العضوية، اختيار أطول سلسلة والترقيم من الذرة الأعلى priority، مش عارف شو، وعندك branch وعندك ايزومر وعندك لينكي، هذول كلهم العضوية ما لنا علاقة فيه. الآن احنا في قواعد شبيهة فيها كثير، لكن لابد ان نحفظهم، وانا ما راح اجيب لك في الامتحان عدد، لكن اجيب لك مركب وسمي، وبالتالي انت راح تكون حافظ وفاهم وتطبق. ذا كاتايون
resonated before anion، وهذه ما اختلفت عنها. يعني لما يكون عندي NaCl مين اسمي اول؟ صوديوم كلورايد، اذا الصوديوم اول within the complex ion داخل الكوردينيشن سفير. يعني الليجند ار نيمد ان الفابيتيكال اوردر، يعني اذا كان داخل وكلور حول الكوبالت. شو بنحكي؟ امين بعدين كلور، لانه الامين يبدا ب A والكلور يبدا ب C. في ناس راح يقول لك هي الكوبالت موجب، اجي في الاخير كيف انت تقول انا اتكلم عن كاتيون وليس كاتيون داخل الكوردينيشن سفير؟ هذا راح نحكيها بعد شوي ان شاء الله. ثلاثة، neutral ligand generally have the molecule name and written before anionic ligand. يعني إذا داخل الكوردينيشن سفير كان في عندي neutral ligand، كان عندي anion ligand، neutral يسمى أولا، أيضا anionic ligand drop the IDE، يعني بدنا نحذف منها ال IDE بنضيف O، فالكلورايد سميناها كلورو. طيب خمسة، numerical prefix denote the number of، يعني هناك مقطع رقمي نضعه قبل الليجند ويكون بالجريك prefix، واللي هم داي تراي تترا بنتا هيكسا إلى آخره. exception occurs when ligand already has Greek prefix، يعني إذا كان الليجند نفسه يحتوي على يحتوي على داي وتراي كذا، راح نغير البريفكس، بدل داي راح نحط بس، بدل تراي راح نحط تريس تتراكيس بنتاكيس هكساكيس and used instead of داي تراي تترا بنتا هكسا. هذا راح نشوف عليها هذا المثال، مثلا الريديوم ومعاه باي فينيل، فالباي او الداي موجوده هون، الباي والداي زي بعض ترى، فما بنقول عندي الثلاثة تراي باي، لا نقول تريس تريس باي. وغير هيك هذا الليجند كبيرة، والليجند الكبيرة دائما نأخذ معها هاي المقاطع مش هاي المقاطع. تريس باي بريدين الريديوم ثري. طيب باي بريدين already has باي in its name، باي أو داي حكينا هي غريك Greek root أو Greek prefix، وبالتالي ما بكرر معها الداي وتراي وتترا، لا بأخذ من هذول اللي فيهم S. ستة، oxidation state of transition metal ion is in Roman numeral in parenthesis، يعني شحنة الفلز أحطها بأرقام لاتينية بين قوسين، الرقم اللاتينية كلكم تعرفوها، هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاث هذا أربعة خمسة ستة وهذا سبعة وثلاث آي مع في ثمانية، ما رح نوصل له أكثر شيء، تسعة آي إكس عشر إكس داش إكس آي هيك. طيب سوري هذه هون الأرقام، هون الفي في البداية. اوكي في اي في دبل اي في تريبل اي. اوكي فور انايونيك كومبلكس، فور انايونيك ذا اند اوف ذا ميتال نيم از ريبليسد باي اي تي اي، فالازوميوم يصير ازوميت، انتيموني يصير انتونيت، انتيمون 8 انتيمونيت، بلاتينوم بلاتين 8 بلاتينيت، كوبالت يصير كوبالت 8 كوبالتيت، رينيوم يصير رينيت، وروديوم يصير روديت. نيمينج انايون ميتال ايرون، هذا لما يكون كومبل داخل كومبل، هون لما يكون naming anionic metal الايرون يصير فريت. طبعا رح نشوف بعد شويه كيف anion metals قريبه. lead plumbate لان اصلا plumber، ايوريت الجولد، هذه كيوبريت هذا
أرجنتيت وهذه ستانيت. فهاي القواعد بدها حفظ، حفظها ما تستهلك وقت كثير عليه قد ما أنت تطبعها وتحطها جنبك تبدأ تطبق عليها أمثلة، فحفظها يكون من التطبيق أفضل بكثير من أنك أنت تقعد تبذل جهد تحفظها as it take وبعدين تروح تطبق راح تخربط. فأنت تحطها جنبك على الطاولة وهنا أمثلة وتبدأ تحاول تحل الأمثلة، ما عرفتش ارجع للقاعدة، بهيك أنت تحفظ عملي، تحفظ القواعد هذه عملية. وهاي عندك مجموعة كبيرة جدا من الأمثلة، شريحتين كاملات أنا جبت على التسمية على أساس إحنا يعني نتدرب عليهم. فهون عندي K3 AUCN4. هلا K3 هي كاتايون كاونتر أيون، بمعنى إنه هذا الكومبلكس ماينس، هذا معنى أنايونيك كومبلكس، هذا رقم واحد. الأيون الموجب أولا بوتاسيوم سميناه أولا، الأيون السالب ثانيا. هلا ندخل جوا كيف نسمي الكوردينيشن سفير، نبدأ بالليجند. هذا الليجند سيانيت لكن بداخل الكومبلكس سيانو. كم ليجند عندي؟ عندي أربعة، إذا تترا سيانو أيوريت. ليش حطيت إيت؟ لأن الفلز أجا في الأيون الماينس، إذا لأن الفلز أجا داخل كوردينيشن سفير ماينس، فلذلك هنا الـ AU زي ما اتفقنا في هاي الشريحة الـ AU أيوريت سير. طبعا هي جولد أيوريت، تمام، لأنه الفلز هنا أجا بالطرف الماينس. بعدين نطلع شحنته، كم شحنة الـ AU هون؟ ركزوا منيح، K3 معناته عندي موجب 3، إذا هذه ناقص كم يا جماعة؟ ناقص 3. طيب أنا عندي CN ناقص 1 في 4 ناقص 4، كيف صارت ناقص 3؟ إذا الـ AU كاين موجب 1، عشان هيك حطيت أيوريت 1. هذا أول مثال. المثال الثاني نفسه، كي معناته الأيون السالب الكومبلكس أيون سالب، إذا الكوبالت راح يصير كوبالتيت. هيها طيب موجب واحد، إذا الكومبلكس كله ناقص واحد. ركزوا معي، NH3 صفر شحنتها، C2O4 ناقص 2 أوكزاليت، ارجعوا لها وشوفوا، ناقص 2 في 2 ناقص 4، كيف صفت على ناقص 1؟ إذا موجب 3 الكوبالت، عشان هيك حطينا كوبالتيت موجب 3. طيب نرجع نبدأ تسمية، البوتاسيوم أيون موجب نسميه أولا، ثم ندخل الآن داخل الكوردينيشن سفير داخل هذا القوس، عندي نيوترال ليجند وعندي أنايون. النيوترال يسمى أولا، وغير هيك ألفابتيكال كمان، أمين قبل الأو أوكزاليت. طيب كم أمين عندي؟ ثنتين، فنقول عنه داي أمين، ناسي حرف إم هنا، ضبطوها هاي أم كمان. شو أزبطها قبل ما أنسى؟ أمين، أوكي. ديامين داي اوكزاليتو، هذا الاوكزاليت داي ثنتين منها، وكوبالتيت اتفقنا عليها 3. المثال الثالث كروم ثلين ديامين، لاحظوا الان الكاتايون اللي هو هذا القوس ايون موجب لانه اجى معه كاونتر ايون سالب. طيب الانو 3 ناقص 1، اذا القوس هذا كله كم يا جماعه؟ موجب 1. طيب انا عندي 3 دايمين نيوترال وعند الاف ماينس 1، ماينس 1 في 2 ناقص 2، كيف صارت موجب 1 ناقص 2؟ اذا الكروم كاين 3، 3 وناقص 2
موجب واحد. إذن هنا الكروم حكمنا عليه إنه ثلاثة. لاحظوا سمينا النيتريت في الأخير ليه؟ لأنه الكومبلكس هون هو الكاتيون، هو اللي بدنا نسميه أولاً. طيب عندي إثيلين دايامين وعندي فلور، طبعاً الإي قبل الإف من حيث الألفابتيكال، والإي إن نيوترال مقارنة بالأيون السالب. الإثيلين داي أمين فيها داي، إثيلين داي أمين فيها داي، إذن ما بأخذ داي بأخذ بس، فأخذنا بس إثيلين داي أمين والإف فلورو داي، فسميناها داي فلورو، سميناها داي فلورو وكروميوم 3. لاحظوا انه ما في سبيس، يعني ما بحط هون سبيس وهون سبيس وهون، لا 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 لا, لا. كله كلمه واحده، فانتبهوا هذا كل ايات الكاتايون كلمه واحده، والانايون لحاله حطينا سبيس هون ما بين الانايون والكاتايون. هذا وارد جدا انه يجيب لي اسم بيقول لي اعطيني الصيغه، فعندي هنا نايتريت حطينا برا نايتريت، حط لي هنا موجب ثلاث. خلينا نركز، مش دائما لانه موجب ثلاث بنحط النايتريت ثلاث، لا مو دائما، خلينا يعني نفندها واحده واحده. اول شيء الكومبلكس هنا اجى هو الكاتايون والنايتريت برا، خلينا النايتريت اخر شيء. نجي على الكومبلكس، عندي هيكسا امين وعندي كروم ثلاثة. هيكسا أمين يعني عندي NH3 ستة، والكروم وحطهن في قوس، هذولا موجب ثلاثة. ليش موجب ثلاثة؟ هو حاكي لي إنه الكروم موجب ثلاثة. طيب كروم موجب ثلاثة زائد صفر لل NH3، فصفت شحنة الكومبلكس كله موجب ثلاث، إذن عشان هيك حطينا ثلاثة برا. طلعوا على هاي، حط لي بلاتينم أربعة، ما حطيناش برومايد أربعة، لا حطينا اثنين. شو السبب؟ لأنه في إشي جوا، خلينا نشوف مع بعض. عندي بس إثيلين دايامين، إذا أحط إي إن باي تو. دايكلورو إذا حطينا سي إل اثنين. بلاتينم فور، بلاتينم فور، بلاتين أربعة وناقص اثنين، صف الكملوس كله موجب اثنين، اذا نحط شحنة سالبة اثنين، فالبرومايد هون راح يكون Br2. بس إثيلين ديامين زنك 2، تترا ميركوريت، اذا عندي هنا ميركوري وعندي هنا زنك، بمعنى انه الكاتايون كومبلكس والانايون كمان كومبلكس. طيب الكاتايون زنك ظل الزنك، الانايون اللي دلني انها كومبلكس صارت 8 وهي كومبلكس بالشق السالب. اوكي بس إثيلين دايامين يعني عندك 2 إثيلين دايامين زنك 2، الان هذا القوس الاول شحنته موجب 2، شحنته موجب اثنين، معناته القوس الثاني لازم يكون سالب اثنين، لازم يكون سالب اثنين. خلينا نشوف تترا ايودو، اذا عندك اليود اربعة، ميركوريت تو، اذا عندي هنا موجب اثنين وناقص اربعة، فصفى فعلا ناقص اثنين. مرات بنحط فراغ ايودو ميركوريت ونحط شحن هنا مثلا موجب اثنين ولا ثلاثة. الآن بدك تكتشف لحالك إنه لازم يكون اليود أربعة، عشان أربعة وموجب اثنين بيصيروا ناقص اثنين يعادلوا شحنة الكومبلكس الأولاني. هذا أحد الأسئلة. أوكي. بنفس الطريقة بدنا نمشي الباقي. أنيتو في دي سي ال 4 أي صوديوم، ما فيش فيها كلام، ما نقولش باي صوديوم، يعني الصوديوم هذا كاونتر أيون فقط، نحط من خلاله عرفنا إنه الكومبلكس كم شحنته يا جماعة؟ موجب اثنين، صح؟
سري ناقص 2 هو موجب 2 هو موجب 1 عندي ايونين اذا موجب اذا الطرف الكاونتر هذا موجب 2 اذا هذا راح يكون كم يا جماعه ناقص 2 ناقص 2 معناته السي ال ناقص 1 في 4 ناقص 4 كيف صارت ناقص 2 اذا الرصاص كاين موجب 2 مش موجب 4 لانه لو كان موجب 4 ما فيش داعي لهاي يعني موجب 4 وسالب 4 0 اذا ما فيش داعي للكاونتر اي اذا مرة ثانية السي ال ناقص 1 في 4 ناقص 4 كيف صفت برا ناقص 2 اذا البلاديوم كاين موجب 2 اذا الان نسمي الايون الاول صوديوم الكلور 4 تتراكلورو بلاديت ليش قال بلاديت لانه البلاديوم الموجب جاي بكمبلكس شحنته الكلية ايش هي سالبة عشان يضفنا ATE وزي هالباقي يا ريت تركزوا فيه هاي مجموعة هاي انا وضحت لكم كثير الباقي هي حاط لك الحل والشريحة اللي بعدها كمان حاط لك الحل اي شيء بدكم اياه اقعد لحالك غطي على هذا الحل هذا الحل غطي عليه وحلوا هذول طبق وشوف كيف انت يصير معك الوضع اذا بدكم امثله زياده ادخل على النت واكتب ايش نيوكليتشر اوف كومبلكس اكزامبل اباوت نيوكليتشر اوف كومبلكس واكتب وراها بي دي اف راح يجيب لك شغلات كثير حلوه اذا ما اقتنعت بالكميه اللي حطيت لك اياها طيب نكمل المحاضره من هون براكتيكال انا سبقت هاي على تايب اوف رياكشن بس عشان تايب اوف رياكشن ياخذ محاضره كامله بعد شوي فأنا سبقت هاي على أساس المحاضرة الجاية تكون متجانسة نوعا ما يعني يكون كلها عن التفاعلات والميكانيزم وإلى آخره فتكون محاضرة دسمة شوي يعني هذه المحاضرة سهلة عشان جاية في النص ريحتكم بعدها نبدأ جد Practical Considerations يعني الأشياء اللي بدك تطبق شيء منها في المختبر راح نطبق مثلا Heating Bath يعني إيش Heating Bath يعني لما يقول لك جيب بيكر وحط فيه ايرلين ماير فلاسك وحط موادك داخل الايرلين ماير فلاسك والبيكر هذا عبيه مي وابدا سخن هذه المي اللي قاعد تسخن اسمها هيتينج باث اذا اوساط التسخين كثيره جدا راح نشوفها وفي عندي زيها كولينج باث لما نخلص تفاعل بيقول لك حطهم في بيكر وروح حطهم في الثلج مش تحط يعني تجيب الطشت هذا اللي لونه احمر تحط فيه ثلج تغرس داخله البيكر اللي فيه المادة تاعتك عشان تترسب وبالتالي هذا سموه cooling bath و drying bath أو drying solvent مرات نجيب البوتل هيك ونشكلها إذا عمرك شفتوها وفيها راسب مش فيها solvent لهون وليكن إيثانول وفي هون حبيبات هون في حبيبات اسمها molecular sieves اسمها إيش يا جماعة molecular sieves هاي تسحب المي من السولفنت فدراينج في السولفنت لا يعني نجفف السولفنت يعني اطيره لا انه انا اخلصه من المي عن طريق استخدام molecular sieves وراح يكون واجب معكم ما تسلموني بس واجب انه يعني عيب انت تطلع من لابل ان ومش عارف ايش يعني molecular sieves ها وايش تركيبها وايش كذا ممكن اجيب لك على دائره في الامتحان النهائي بس ما تسلمني الواجب اعتبروه واجب شخصي الكنتو يعني طيب kind of bath حكينا heating bath some reaction take place in a hot medium with different temperature يعني بعض التفاعلات ما بتصير إلا على حرارة أقل من 100 فنستخدم لها water bath زي ما حكينا هون بعض التفاعلات بدها حرارة 180 وأقل شوي نستخدم لها mineral oil bath اللي هو خليط من الزيوت بدل المي نحط زيت اساس حرارته تكون اعلى شوي بتحمل حراره يعني لو بدي ارفع ل 110 المي تغلي على 100 وبالتالي ما راح احقق هذا التفاعل ما راح يزبط معي بالووتر باث فابدله باويل مرات في تفاعل 250 وهذا راح تستخدموه في تجربه كبر فالوسيانين السيليكون اويل باث ممكن او الساند الرمل اقل من 500 راح نستخدم لها وود ميتال باث بالامتحان مره جبت سؤال ايش هي مكونات الوود ميتال او وودز ميتال باث وودز ميتال باث هي
لبست اللوي اسم العالم اللي جاب هذا الوسط، ويتكون من، احفظوه، 50% بزموث، 26% ليد، 13% تين، و10% كادميوم باي ويت، يعني 50% من الوزن. وبالتالي يكون زي التراب، هذا زي التراب بالضبط، زي الرمل. ونسخنه، ترتفع حرارته ويتحمل حرارة عالية جدا. نغرس داخله قبل ما نسخن الوعاء التفاعل اللي احنا بدنا اياه، وزيه الكبر ثلاثيانين، راح نحط بفلاسك زي هذا، نحط فيه رمل ونبدا نسخن. تلاقي حرارته وصلت 250 والرمل ما يتبخر. وكذلك هذا اللي هو الوود ميتال، ما بتاثر حتى حراره 500 درجه مئويه. كولينج باث، some reaction take place in cold medium with different temperature. فمرات في تفاعل لا يحدث إلا على صفر مئوي، وهذا يستخدم له water ice، وهذا التفاعل يكون very exothermic reaction، يعني لو ما حطيناهوش في ثلج ممكن إنه يعني يطلع برا الفلاسك، وبالتالي نخسر التفاعل كله. اللهم صل على محمد. If we need zero كمان ممكن نستخدم أقل من zero، سوري، نستخدم water ice مع ملح. وكلكم تعرفوا إنه من مبدأ freezing point depression وجود الملح يخلي الماء يتجمد على حرارة ناقص 3 ناقص 2 ناقص 5 حسب كمية الملح اللي أنت تضيفه. مرات بدي على 78 تحت الصفر بستخدم له dry ice. مرات بدي على حرارة 12 exactly استخدم له dry ice مع diazan، والdiazan عبارة عن حلقة زي ما تعرفوا سداسية، هنا في O وهنا في O، وهو very strong solvent على فكرة. ومرات بدي 5 درجة مئوية exactly استخدم ice bath مع بنزين، وإذا استخدمنا ice bath مع بنزل الكحول راح يعطيني ناقص 12 ice CO2 مع ميتاتوليدين، راح يكون ناقص التولودين اللي هو عبارة عن حلقة بنزين عليها NH2 وCH3. أورثو ميتا بارا، هذا حسب موقعها، إذا كان جنب بعض أورثو في بينهن كربونة، ميتا قبال بعض بارا. ثلاث أنواع من التولودين موجود، فإذا بدي أخذ 32 تحت الصفر بأخذ الميتا تولودين، ناقص 61 تحت الصفر بأخذ CHCl3 واللي هو إيش يا جماعة؟ هو كلوروفورم. 92 تحت الصفر ناخذ مع الايس سي او 2 اسيتونيترايل اللي هو CH3CN، هو فيري سترينج سولفنت، وهذا التفاعل يوز ليكويد نيتروجين، وهذا الليكويد نيتروجين يستخدم في تبريد كثير من الاجهزه، وله وحده انتاج النيتروجين حقها تقريبا 60,000 دينار، كل جامعه لازم يكون فيها وحده نيتروجين، وطلع لي سائل، هذا السائل يتبخر لحاله اذا ما بتحفظه في ثيرموس خاص فيه، او الثيرموس خاص فيه بيتبخر مباشره لانه بيغلي عند ناقص 96 درجه مئويه. اوكي، اذا هذه الاوساط نحفظ معظمها على اساس راح نستخدم منها اقل شيء اثنين او ثلاث اوساط خلال الانورجانيك لاب. Now how to dry solvent؟ كيف أنا أجفف السولفنت؟ أجفف السولفنت يعني أخلصه من المي، مش إنه أنا أجفف السولفنت يعني إنه أنا أطيره برا. شو بدي بالموضوع؟ لا، لأنه طب ليش أنا أجفف؟ مرات كثير المي تعمل تكسير في المركبات اللي أنا بعمل لها reactions، وبالتالي أنا إذا في أي رطوبة التفاعل تبعي مش مظبوط، فعشان هيك لازم نخلص السولفنت من أي moisture معه جاية من المصنع أو من سوء التغذية. هيدروكاربونز، البنتان والهكسان والبنزين، هاي السولفنتس نجففها عن طريق صوديوم ديستليشن. كلكم تعرفوا عشق الصوديوم للماء، بنجيب صوديوم قطع صغيرة وبنجيب هيك فلاسك، راوند بوتوم فلاسك اسمه، ونركب معاه كويك فيت هون بهذا الشكل. اوكي، ونركب هون كوندنسر، هون نركب تراب، وهون نحط فلاسك نسميه ببارا فيلم هيك،
طبعا الماء تعرف انه تدخل من هون في الكوندنسر، الكوندنسر في ماسوره داخليه من هون من الاعلى تطلع الماء، لانه هذا خطا كثير وقع فيه الطلاب. الكوندنسر تعرف انه مايل، اذا بده يحط الماء من هون بتضل طايره، ولا يقعد ولا نتفه ماء في هذا المكان. هذا المكان لازم يكون ممتلئ بالماء، هذا المكان اللي حوالين الماسوره الداخليه يكون مليان ماء. تمام. الان بعدين لان ندخلها من هون عشان تظل قاعده في هذا الفراغ، اي غازات تطلع من هون، غاز السولفنت راح يتكثف هون وينزل على شكل هنا ليكويد سولفنت. بنحط هون البنزين، بنحط معاه قطع صوديوم صغيره ونظيفه، ونبدا نسخن على حراره تقريبا 80 درجه مئويه. يتبخر البنزين ويصير له كوندنسيشن في هذا الكوندنسر، ونعمل هون عند الريسيفنج فلاسك بلفه ببارافيلم واحصل على بيور بنزين. تمام. او هيكسان او بنتان، هذا يسموه صوديوم ديستليشن، صوديوم ديستليشن، وهذا راح نستخدمه في احدى التجارب، بنزين اعتقد او هيكسان مش ذاك. اذا بدي تلوين تي اتش اف لا هاي اند جاي هون، تلوين اند تي اتش اف، يعني اذا بدي اجفف التلوين تلوين and THF أيضا صوديوم ديستليشن أو ليثيوم ألمنيوم هيدرايد ديستليشن، وهذا تعرفوا أنه reducing agent قوي جدا يمسك الماء بكل سهولة. الكهولز كلها بستخدم موليكولار سيفز، وحكينا هذا عليك واجب. الموليكولار سيفز مما يتكون هذه الحبيبات اللي حطيناها بالفلاسك قبل شوي، وكيف آلية شغلها هذه مسؤوليتك. آخر شيء CH2Cl2 دايكلوروميثان، إما نجيب B2O5 distillation زي الصوديوم بس B2O5، أو by CH2 molecular sieves. molecular sieves أنواع كثيرة جدا منها CH2. أوكي، وبهيك تكون خلصت المحاضرة رقم 6. بوقف التسجيل، وإذا لكم أسئلة تفضلوا أسألوها. ثواني.